السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. كيف فضلتك يا شيخ؟ الحمد لله أنا بخير من فضل الله تعالى. يا رب دائما. معلش شيخنا، هو في مشكلة كنت عايز حضرتك بس تنصحني فيها. أنا والدي راجل صعيدي وعنده عادات وتقاليد إن الزوجة أي ست ما تباتش بره بيت زوجها. أنا متزوج حديثا، زوجتي عايزة كل شوية تبات عند أهلها لأن أنا بسافر وباجي كل 15 يوم. فأنا سمحت لها مرة في الثانية في الثالثة، فوالدي اتضايق جدا وغاضب جدا. بحثت فلقيت إن الموضوع ما فيهوش ظلم للزوجة، فقلت لها الموضوع ما فيهوش من حيث الدين ما فيهوش ظلم ليكي، فالأولى إن أنا راضي والدي. فهي ولدت وتعبت وكانت عايزة تروح عند أهلها على أساس إن هم أهلها يساعدوها وكده. فأنا رفضت علشان والدي ما يتضايقش ويزعل. فهي راحت كلمت حماية كلمني، فأنا اتحركت منه. فالمشكلة إن حماية صادق والدي، فوالدي رفض. إيه دخل والدك في الموضوع يا أخي؟ إيه دخل والدك في الموضوع؟ زوجتك تلد وأنت غريب، راحت لأمها تنفسها وتقوم بخدمتها، إيه المشكلة؟ إيه دخل حماك؟ إيه دخل أبوك في المسألة؟ والله يعني أصل مش كل الأب، الأب اسمع عفوا الأب ليس متربي على الحاجات دي. يا أخي أعوذ بالله في الشر. يا أخي الشرع فوق أبوك وفوق يا أبويا وفوق كل الجميع. أبوك إله يعبد من دون الله؟ أبوك شأن شأن أي رجل، له عليه. أيوة. المرأة ولدت ذهبت لأمها تنفسها، تقوم بخدمتها أثناء نفاسها، إيه المشكلة؟ إيه دخل والدك في الحاجة؟ عادات وقاليد، نعبد العادات والتقاليد؟ لا مش بنعبد. طيب خلاص في أصول تمشي، في أصول شرعية نمشي عليها. هو شايف إن دي هو اللي شايفه، احنا مش شايفين غير كده. انا شايف وانت شايف وابوك شايف، ما ايهما اصح؟ اصح نرجع للكتاب والسنه. بالظبط. طيب هي متجوزه ابوك ولا متجوزاك انت يا اخي؟ ها؟ هي متجوزاك ولا متجوزه ابوك يعني؟ قلت لك ان والدي لما حصلت مشاده مع حمايه راح حيث يمين كلمني في التليفون وقال لي لا انت ابني ولا انا اعرفك، والله لا انت ابني ولا انا اعرفك. لو مراتك راحت زارت اهلها لمده شهرين دلوقتي والدتها. طبعا انا رديت مراتي وقلت لها معلش هنعدي المواضيع مع بعض عشان الحياه تمشي وما والدي ما يزعلش واهلك ما يزعلوش ونمشي الدنيا مع بعض. بس دلوقتي والدتها تعبانه وهي عايزه تزورها. فاليمين بالنسبه لليمين بتاع والدي ده انا عامل فيه، انا مش عارف. يكفر كفاره يمين عنه؟ هو يكفر كفاره يمين. هو الواحد بعد كده لما يتزوج واحده لازم هيزوجها للولد ولا للاب؟ للولد. طيب خلاص تكون رجل، حل مشاكلك مع ابوك، ايه دخل ابوك بزوجتك؟ المرأة محترمة وقورة وتقيم امر الله، تزور امها المريضة، ايه المشكلة؟ ايوه لا تقاليد جاهلية كلها. ابويا وانا مش هخسر ابويا، طب اخسر ابوك هتظلم الناس.